كل متابعي تلفزيون اليوم السابع، اهلا بيكم. تغطيه رياضيه جديده طبعا على هامش فوز منتخبنا الكبير على منتخب السودان بخماسيه احرزها احمد رفعت وزيزو والونش وحسين فيصل ومحمد شريف. يعني مباراه ولا اروع لكروش ورفاق النهارده. كابتن طبعا معايا في الاستوديو التحليلي طبعا خبيرنا التحكيم الكبير كابتن عادل. هنتكلم طبعا في الحالات التحكيميه كلها، كان في حالات تحكيميه مثيره للجدل في الشوط الاول، وبرده الشوط الثاني كان في اكثر من حاله. طبعا المباراه شهدت تالق كبير احمد رفعت طبعا اللي احرز هدف عالمي النهارده الهدف الاول، واكيد حسين فيصل النهارده اللي يعني كان مفاجاه كبيره جدا، لاعب طبعا سموحه واللي بينضم النهارده واللي احرز هدفه الدولي الاول النهارده. محمد شريف برده اللي قائد بقوه لتهديف قدر ان هو يحرز هدف النهارده. كان في كلام ان الحكم الغاه بتاع التسلل، ولكن حكم الفار اقر بصحته. ويمكن طبعا الوينش طبعا النهارده برده احرز يعني تسجيل، برده مش بيحصل كتير ان الوينش يحرز هدف. المباراه النهارده كلها مكاسب، سواء للمنتخب سواء للعيبه المنتخب سواء لكيروش اللي كل يوم بيحط برضه بيثبت ان هو مدرب كبير رغم الغيابات الكبيره اللي بتعاني منها منتخب مصر، ولكن اداء مقنع للمنتخب واداء مقنع لكل اللعيبه حتى على المستوى الفردي والمستوى الجماعي. خلينا نخش للحالات التحكيميه الاول ونروح لكابتن عادل، وبعد كده نرجع تاني للجزء الفني. كابتن عادل برضه الحالات التحكيميه خصوصا طبعا في الشوط الثاني. طبعا بحب حضرتك طبعا وكل الساده المشاهدين المتابعين التلفزيون السابع. رايي النهارده الراجل النيوزيلندي الحكم اللي هو مينيك كونجر، انا عايز اقف بس عندي الكاريزما بتاعته وعند الشخصيه، لان هو النهارده بيطبق القانون بشكل رائع، عنده تطبيق قانون، ودي اهم حاجه في الحكم الساحه، انه الاختبار الحقيقي للحكم ان هو يحسن تطبيق القانون بدون نظر، زي ما اتفقنا انا وحضرتك قبل الريفتنج بين الشوطين مفيش القرارات الداخليه مالهاش علاقه ولا بين التيشيرت ولا بالنتيجه ولا بالتوقيت، تمام؟ لان النهارده الراجل برضه في الدقيقه 46 10 البطاقه الصفراء لفارس عبد الله لاعب المنتخب السوداني، وفي الدقيقه 53 بعد حوالي خمس دقائق او ست دقائق على الاكثر اشهر البطاقه الصفراء الثانيه برضو نتيجه لتهور فارس عبد الله مع احمد سيد زيزو، وعلى اثرها هو خرج تتم استبداله، تمام؟ واشهر له البطاقه الصفراء الثانيه، وبالتالي لعب منتخب السودان الشقيق بتسع لاعبين، وده قرار انا شايف ان هو ما تاثرش، هو عنده كارت احمر في الشوط الاولاني وما عندوش حسابات. كمان كنت بتناقش مع حضرتك قبل واحنا بنشاهد المباراه، انتظاره وتواصله مع كابينه الفار في مثال رائع جدا جدا جدا، ما بيحطش بقى زي ما عندنا بايده على السماعات وانا بسمع، ولا لا لا لا، هو اتكلم مع الناس بايديه بيبعدهم، تمام؟ انا واخد خطوه وشاور له على الصفاره، ودي حاجه كويسه جدا، انتظر مني الصفاره وراجع مع الكابينه حتى في القرارات اللي هي التسلل، تمام؟ المساعد الثاني، وده عايزين نقف عنده، لان المساعد الثاني النهارده يعني انا شايفه اللي هو براند كوموتير ده مساعد من جزر سليمان، ده الفار انصفه في ثلاث حالات او ثلاث رياض، ولم يكن يعني الفار منصف ليه في الرايه الاخيره اللي احنا هدف محمد شريف، اللي احنا حتى يمكن كنا شفنا ان في تسلل، وانا وحضرتك يعني كان فيه نوع من التاكيد على انها تسلل، لكن عايزين نقول هو ليه الفار انصفه كده في ثلاث حالات السابقين ولم ينصفه في هذه الحاله، لان بدا الاتحاد الدولي الفيفا يطبق التسلل التلقائي في كابينه الفار، ده تسلل تلقائي مفيش فيه. يعني ايه تسلل تلقائي؟ في ناس مش فاهمه يعني ايه تسلل تلقائي. هقول لحضرتك دي المفروض ان هي التسلل التلقائي ده دي تقنيه جديده هتدخل على كابينه الفار، هتطبق في كاس العرب، تطبيقها في كاس العرب كبروفا قبل كاس 2022 مونديال كاس العالم في قطر، فدي بروفا. ايه التسلل التلقائي؟ ان هو حضرتك بيبقى في جهاز في كابينه الفار بيعمل خط عمودي، تمام؟ بينزل بيعمل خط عمودي على اخر ثاني مدافع وعلى مكان المهاجم، وفي من خلال الوضع التشريحي، لان بيخلي الوضع التشريحي للمهاجم والوضع التشريحي للمدافع، وده اللي يمكن احنا بعد كده اتفقنا ان الايد هي اللي كانت سابقه، فالايد جزء من الجسم سابق ما تقدرش تحرز بيه، هي تسلل، اسف، هي تسلل سابقه، فهي التسلل وده ما ينفعش يحرز بيه هدف، فبالتالي هو تسلل التلقائي لما تطبق وطبقا للوضع التشريحي، وده طبقا الاتحاد الدولي اللي بيقول، مش انا اللي بقول، دي تقنيه، تمام؟ ما فيش فيها اي تدخل بشري، لان بيجيب الوضع التشريحي، من الوضع التشريحي بيحدد حضرتك انت اي جزء من الجسم
اقرب لخط مرمى الخصوم من الكره. الكمبيوتر اللي بيقول مفيش تدخل بشري، مفيش تدخل بشري، لكن محتاج ان انت تكون مدرب عليه عشان تقدر عشان تطلع نتائج مظبوطه. بدليل ان هو برضو عايز ارجع بقى للتواصل 20 ثانيه 30 ثانيه على الاقصر في كل حاله، في كل حاله بياخد القرارات على طول، وده ويمكن انصف الراجل المساعد الثاني في ثلاث قرارات ولكن لم يكن موفقا في القرار الاخير. في القرار الاخير دي حاجه. الحاجه الثانيه بقى الحكم بقى عايزين نتفق على حاجه ثانيه يا كابتن عراقي. النتيجه 4-0 وهو عنده كارتين حمر وعنده ركله جزاء حاسبها على المنتخب التونسي، تمام، جه على السودان، على المنتخب السوداني اسف، جه فيه كابتن عراقي فاول على مصطفى فتحي يستحق البطاقه الصفراء، اشهر البطاقه الصفراء. انا عايز اقول لحضرتك حاجه، التوازن والاداء بتاع الحكم في الملعب خلى فيه هناك قناعه لدى الاجهزه الفنيه واللاعبين بقراراته، فبالتالي لازم اقف بقى عند الجهاز الفني للمنتخب السوداني الشقيق واللاعب هو اللاعب فارس عبد الله والتصرف الرياضي الرائع والسلوك المثالي عندما اشهر له البطاقه الصفراء الثانيه ومن ثم بطاقه حمراء. الراجل خرج من الملعب بعد ما اتناقش معاه تقريبا 10 ثواني، خرج من الملعب على اوضه اللبس طبقا للقانون، مفيش اي مشكله. الجهاز الفني يمكن كان غاضب لكن غاضب فيما بينهم داخل دكه البدلاء، وده تصرف لازم نقف عنده لان ده سلوك رياضي، لازم سلوك محترم. صحيح. قبل ما نروح بس معلش الكابتن سيد مراد معانا على الشاشه. يا كابتن عمر يا كابتن رايق، انا اسف، الراجل ده عضو لجنه الحكام الرئاسيه ورئيس لجنه فنيه باتحاد الكوره عندنا، بكره هو مراقب لمباراه الصفاقسي وتسخر الكيني بالكونفدراليه في تونس، وده واحد من المحاضرين الدوليين اللي الاتحاد الدولي بيسند ليه مباريات مراقبه وبيحضر عديد من الكورسات. بتمنى له طبعا التوفيق عشان يكون عندنا تطوير للتحكيم المصري ان شاء الله. ان شاء الله يا كابتن علي. برضه خلينا برضه ناكد تاني على جزئيه فنيه النهارده، يعني بخلاف المكاسب الفنيه الكبيره اللي منتخبنا حققها النهارده، خماسيه في شباك السودان تاهله بشكل رسمي، لسه طبعا مباراه الجزائر هتحدد ترتيبنا في مجموعه اذا كنا هنصعد اول مجموعه او تاني مجموعه. ولكن خلينا نتكلم النهارده منتخبنا كسب يعني ثلاث نجوم دوليين كبار، اذا كان احمد رفعت، اذا كان عمر كمال ابو واحد، اذا كان حسين فيصل. اعتقد ان احنا منتخبنا كسب ثلاثه، مش عمر مرموش بس، ناس كتير كانت بتتكلم ان عمر مرموش هو الاكتشاف الوحيد لكيروش، لا، النهارده بينضم ثلاث لعيبه بشكل رسمي ان هم اصبحوا نجوم. طبعا اكيد الاستمراريه مهمه جدا، ولكن احنا قدام برده ثلاث نجوم ان شاء الله باذن الله يبقى ليهم دور كبير. وكمان اسامه فيصل النهارده لما ظهر بشكل كويس، لما شارك كان هيحرز هدف في اخر المباراه ولكن الحارس تصدى ليها. اعتقد ان كيروش ناجح بشكل كبير ان هو يطلع كوادر كتير، ما يبقاش المنتخب مقفول على 15 16 لعيب، لا، اعتقد المنتخب هيكون بيدور في 40 45 لعيب 50 لعيب كمان، ودي حاجه مباشره جدا. نتمنى طبعا كل التوفيق لمنتخبنا ويصعد طبعا للدور التالي، وخلاص صعد رسمي ترتيب المجموعه ان شاء الله نصعد اول بالفوز على الجزائر باذن الله، ان شاء الله كمان نفوز بالبطوله. وطبعا الاهم من كل ده صعود لكاس العالم وبطوله طبعا امم افريقيا في شهر يناير الجاي. كل التوفيق لمنتخبنا، وبشكر طبعا كابتن عادل النهارده معايا في الاستوديو باذن الله، خليكم دايما معانا في تغطيات جديده رياضيه باذن الله.